أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مستمعينا عبر شبكة وطن الإعلامية في هذه الحلقة الخاصة حول قانون حماية الشارع التي تنتجها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تستخدم الجمعيات الطبية رموزا خاصة تشير إلى طبيعة عملها. تتعدد هذه الشارات ربما بحسب طبيعة كل منطقة، وقد تتقاطع أو تختلف ببعض الأعمال. هذه الرموز لم يكن معمولا بها قبل نهاية القرن التاسع عشر، وتم اعتماد شارتي الهلال والصليب الأحمرين على المستوى الدولي لتشيران إلى طبيعة العمل والمبادئ لكل مؤسسة منهما. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ما هو قانون الشارة؟ لماذا تختلف الشارات عن بعضها؟ وما هي الإجراءات اللازمة حتى أصبحت معتمدة؟ وأيضا كيفية حماية الشارة. نرحب بالاستوديو بكل من السيد رزق شقير، مستشار جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني، وأيضا الذي سينضم إلينا السيد عمر الشيخ علي، مدير دائرة الإسعاف والكوارث في وزارة الصحة، والسيد موسى رحال، الناطق الإعلامي لوزارة النقل والمواصلات. أهلا بكم جميعا. سؤالي للأستاذ رزق شقير، يعني أستاذ، بداية تحدثنا عن موضوع الشارة، ما المقصود بالشارة بداية؟ ما هي الشارة؟ نعم، الشارة هي علامة مميزة تستخدمها الطواقم الطبية وبشكل خاص الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأي جهات أخرى تعمل في المجال الطبي، ويكون ذلك بتنظيم وبترخيص من جهة مختصة في كل بلد معني باستعمال هذه الشارة. وبدأ باستعمالها كشارة للخدمات الطبية العسكرية، أي في إطار القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة. وتم الاعتراف بأول شارة دولية وهي شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء في العام 1864، وبدأت تستخدمها الخدمات الطبية العسكرية، وكان ذلك في مؤتمر عقد في جنيف ونتج عنه أول اتفاقية في القانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجنود الجرحى والمرضى في الميدان. المادة السابعة من هذه الاتفاقية المكونة من 10 مواد نصت على هذه الشارة، وهي شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء. هاي هي يعني ولادة الشارة الدولية الأولى، كان في عام 1864. وإذا تحدثنا عن قانون الشارة، ما المقصود بقانون الشارة؟ قانون الشارة إنه هو يعني يفترض إنه كل دولة يكون لديها قانون ينظم استعمال الشارة، والهدف منه توفير الحماية لها. بمعنى أن الشارات ينبغي استخدامها من قبل جهات يجب أن ينص عليها القانون، والاستخدام من أي جهات أخرى ممنوع، والاستخدام من الجهات المسموح لها يجب أن تستخدمها في الأوجه والمجالات التي وجدت لها. خلاف ذلك يكون ذلك سوء استخدام الشارة. ونحن في فلسطين كجزء من هذا العالم علينا أن نضمن احترام وحماية هذه الشارة، والوضع الأفضل للحماية يكون من خلال صدور قانون بهذا الشأن. وعلى هذا الأساس صدر قرار بقانون في شهر أيلول لعام 2015. نعم، تحدثنا أنه في عنا ثلاث شارات، الصليب الأحمر، وفي عنا كمان الهلال الأحمر، وأيضا في البلورة الحمراء. نعم، المقصود بالبلورة الحمراء ممكن احنا ما بنشوفها هون في عنا في بلدنا، ولا هي مستخدمة في بعض المؤسسات؟ نعم، هي يعني بداية شارة الهلال الأحمر بدأ باستعمالها عمليا من قبل الدولة العثمانية في العام 1876 دون أن يكون معترف بها كشارة دولية، وتم استعمالها فعليا لأكثر من نصف قرن قبل أن يتم الاعتراف بها في مؤتمر دولي في العام 1929، حيث اعترف أيضا إلى جانبها بشارة الأسد والشمس الأحمرين، وهي الشارة التي كانت
تستعمل في بلاد فارس إيران حاليا. نعم. واستمرت في استعمالها حتى قيام الثورة الإسلامية في العام 1980، بعدها أعلنت أنها ستتوقف عن استعمالها وستستعمل بدلا منها شارة الهلال الأحمر على أرضية بيضاء. أما قصة البلورة الحمراء، أن هناك بعض الدول ومن ضمنها دولة الاحتلال الإسرائيلي كانوا يرفضون استعمال أي من الشارات الثلاثة، يعني الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، والأسد والشمس الأحمرين. نعم. فمن أجل يعني حل هذه الإشكالية، لأنه إشكالية اعتراف يعني كثير من الدول طلبت الاعتراف بشارات إلى غير الشارات المعترف بها دوليا، للخروج من هذا المأزق اللي هو تم يعني من ابتداء من 1992 أو وسط التسعينات في البحث عن شارة دولية جديدة ليس لها أي مدلول ثقافي أو ديني أو عرقي أو حضارة لأي شعب من الشعوب. نعم. أو لأي أمة من الأمم. واستقر البحث بداية عن مربع أحمر على بلورة على أرضية بيضاء، ثم تبين أن المربع له مدلول ما في روسيا، فتم تعديله بحيث أنه يقف على الزاوية على رأسه، أي أصبح بلورة حمراء أو كريستالي، وتم اعتمادها في بروتوكول إضافي ثالث لاتفاقية جنيف في 8 ديسمبر 2005. نعم. أنت نعم ما بتشوف حدا بيستعملها، لأنه إحنا في فلسطين أن الشارة المعتمدة هي شارة الهلال الأحمر. ومعظم الدول يعني يعني حوالي 54 دولة في العالم بيستخدموا شارة الهلال الأحمر على أرضية بيضاء، والدول الأخرى عموما بيستخدموا الصليب الأحمر على أرضية بيضاء. دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا عن قبولهم لشارة البلورة الحمراء، لأنه شارة نجم داود ليست شارة معترف بها دوليا، وحاولوا على مدار يعني أكثر من نصف قرن الاعتراف بهذه الشارة، إلا أنه المؤتمرات الدولية المتعاقبة أكدت على رفضها لهذه الشارة. وبالتالي هم يعني لما بيعملوا خارج في الخارج وإلى آخره بيكون في عندهم بيستعملوا شارة البلورة الحمراء، إلا أنهم طبعا لم يستعملوها بالشكل المطلوب لهذا. نعم. السبب يعني نادرا ما ترى من يستعمل هذه الشارة، لكنها شارة دولية وتستطيع أي جمعية وطنية أن تستعملها. يعني إحنا في الهلال الأحمر الفلسطيني نستطيع أن نستبدل شارة الهلال الأحمر بشارة البلورة الحمراء ونستعملها كشارة دولية في أي وقت من الأوقات. الثلاثة قانونيات، الثلاثة مستخدمات، ويعني معمول بهم في دول العالم. نعم. هذه الثلاث شارات. نعم. يعني سؤالي للأستاذ موسى رحال بعد الترحيب طبعا مجددا بحضرتك، يعني نتحدث عن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة النقل والمواصلات لحماية هذه الشارات في فلسطين. يعني وزارة النقل والمواصلات تستند في عملها إلى قانون المرور واللائحة والأنظمة والتعليمات، آليات العمل، الإجراءات اللي هي المعتادة في ترخيص وتسجيل المركبات. قانون المرور ذكر وخصص بعض المواد القانون تتعلق بترخيص مركبات الإسعاف ونقل المرضى، وبالتالي شروط الترخيص هناك تفسير لها بموجب اللائحة التنفيذية بما يتعلق بالشكل والمواصفات الفنية، بالإضافة لموضوع الرسوم للمركبات اللي هي نقل المرضى اللي هي معفية من الرسوم طبعا، وأيضا شروط الملكية اللي متعلق من الجهة المخول لها أنه يتسجل باسمها مركبات لنقل المرضى. نتحدث عن مركبات الهلال الأحمر كونه هناك في تعامل وشراكة حقيقية سابقا، وكان في بروتوكول يعني فيما بيننا وبين الهلال بتعلق بسائقين بقود المركبات. نعم. ومن حيث إعداد دورات وتأهيل سائقين مركبات الإسعاف. وهي المواد اللي بيتم تدريسها أو تناولها، وبعض المناهج اللي بتعلق بآلية القيادة، شروط الالتزام بالعمل أيضا بما يتعلق بالشارة، بالمواصفات المركبة وسيرها بالطريق، عدة مواد وساعات دراسية بتم تلقيها من أجل تأهيل سائقين أكفاء يلتزموا باستخدام المركبة، اللي هون إحنا بالأساس إحنا الالتزام واحترام. نعم. احترام للمركبة، عمل المركبة، سيرها بالطريق، بالإضافة لعملها المستمر سواء في وضعنا كفلسطين، الأحداث اليومية
مع الاحتلال بتسبب لها إلنا والتعدي على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف. يعني في العالم جميعا بتصور ما في انتهاك لحرمة المركبات الإسعاف كما موجود في فلسطين وبالذات في قطاع غزة من قبل الاحتلال طبعا. دور وزارة النقل والمواصلات متابعة باستمرار، تغذية راجعة، توعية للعاملين بالوزارة سواء فاحصي المركبات، دوريات السلامة على الطرق العامين، هاي الدوريات اطلاع مستمر بالتعامل مع مركبات الإسعاف وشروط المركبة ترخيصها وفحصها للتأكد من أنها بتطابق المواصفات بما يتعلق بموضوع الشارة. أيضا دور مراكز الفحص الدينامو اللي هي كمان عند تجديد ترخيصها والحصول على من أجل الحصول على ختم صلاحية السير بتم التأكد من إنها كافة المواصفات والشروط للترخيص اتوافرت في المركبة. وهون نتحدث عن أمور فنية تتعلق بأخصائيين فنيين بيقدموا هاي يعني بتابعوا هاي الإجراءات وبصادقوا على سير المركبة إنها تكون وضعها بشكل قانوني في الطريق. نعم، ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عمر الشيخ علي من وزارة الصحة وهو مدير دائرة الإسعاف والكوارث في الوزارة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جميع المشاهدين. يعني لو نتحدث عن الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة في إطار حماية الشارع. في البداية اسمحوا لي أن أوجه تحية إجلال وإكبار لجميع الطواقم الصحية، أخص بالذكر الطواقم العاملة في وزارة الصحة بجميع فئاتهم ومسمياتهم، طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني وجميع الكوادر العاملة في الهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية العسكرية وكذلك الإسعافات الخاصة على المجهود الجبار الذي بذلوه خلال التصدي لجائحة كورونا. ثم نتكلم الآن عن موضوع حماية قانون حماية الشارع. أعتقد أن الأستاذ رزق سبقني في الكلام عن كيف جاء المخاض إلى هذا القانون، فأنا مش راح أتحدث في النواحي القانونية، أتحدث عن ما يخص وزارة الصحة. نحن منذ صدور النظام الخاص بهذا القانون عملنا على تنفيذ ما يخص وزارة الصحة وخاصة فيما يتعلق بمركبات الإسعاف الخاص. فلا نسمح بترخيص أي مركبة إسعاف خاص تحمل شارة الهلال الأحمر أو أي من الشارات الدولية سواء كانت الصليب أو الهلال الأحمر أو أي شارة دولية نص عليها القانون. ثم قمنا بالتعاون مع الهلال الأحمر بتنفيذ حملات على الشارع للتأكد من خلو هذه المركبات من الشارات الدولية. كذلك نعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر للوصول إلى جميع المخالفين بما يخص هذا النظام وهذا القانون، فهذه الشارات لا تخول لأي فرد أو أي مؤسسة أن تكون موضوع على مركباتهم أو على حتى الحملات تبعتهم أو على الشعار الخاص بالمؤسسة، هي تخول فقط الهلال الأحمر الفلسطيني أو من تراه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لحمل هذه الشارة. ولذلك قمنا بالتعاون مع الهلال الأحمر والشرطة للتنفيذ والمتابعة بعدم أن تكون هذه الشارة على أي مركبة أو أي مؤسسة. أستاذ رزق، يعني في سيارات خاصة، لو نجي للواقع، في سيارات خاصة بتوضع هذا الشعار، في كمان مؤسسات ممكن أو شركات نقل ممكن إسعاف خاصة كمان ممكن تضع هذا الشعار. نتحدث عن هذا الموضوع، هل هذا الأمر يعني مسموح؟ لا، هو غير مسموح، يعني غير مسموح عالميا وغير مسموح حسب القرار بقانون اللي صادر في فلسطين في العام 2015. حسب هذا القرار بقانون، الجهات التي يسمح لها باستخدام شارة الهلال الأحمر، لأنه الشارة المعتمدة رسميا في فلسطين هي شارة الهلال الأحمر على أرضية بيضاء، هذه الجهات هي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخدمات الطبية العسكرية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني في حال إن كان لديهم مركبات إسعاف. في دفاع مدني عندنا لديهم مركبات إسعاف؟ في دفاع مدني؟ لا، حاليا ما عندهم سيارة إسعاف. نعم. أي جهة أخرى رسمية أهلية أو أشخاص يحظر عليهم استخدام شارة الهلال الأحمر أو أي من الشارات إحنا اللي ذكرناها، إلا في حالات ممكن في حالات طوارئ مسموح أنه يستخدموا هذا الشارة، بيكون إذا في حالة طوارئ بيكون هذا الحكي بموافقة بطلب يقدم لوزارة الداخلية، ووزارة الداخلية تبت في هذا الطلب
وتأخذ قرار بالتشاور والتنسيق مع جمعية هلال الأحمر الفلسطيني، ويكون هذا الإذن الاستعمال بيكون عادة لفترة زمنية محددة ينتهي بانتهاء. إذن الموضوع ليس موضوع فوضى، إنه كل حدا بشوف إنه مناسب إنه يضع أي من هاي الشارات الثلاثة لكي يسهل حركته ومروره عبر الحواجز وتنقله، لأنه يعني سوء استخدام الشارة ينتعش أكثر عندما يكون هناك قيود على حركة على حركة يعني على حرية الحركة والتنقل داخل الوطن. لا، هذا الحكي ممنوع، والحظر لا يشمل فقط المركبات، كمان المباني، المنشآت، المؤسسات، السلع، البضاعة، كله ممنوع نحط عليها، ممنوع يستخدم لا الشارة لا أي من الشارات ولا التسمية. يعني ممكن واحد يقول لك شركة الهلال الأحمر كذا، ممنوع يكون في شركة اسمها يعني التسمية، يعني أي تسمية أو شارة اللي تحدث التباس بأنه هذه الجهة ترتبط بأي من الجهات اللي مسموح لاستعمال الشارة، انت هذا الحكي ممنوع. حتى على الأدوية، حتى الأدوية، منتجات الأدوية، عبوات الأدوية، ممنوع نحط عليها أي من هاي الشارات. في مؤسسات، في جمعيات قائمة، منظمات صحية معروفة لدى الجميع. شو الإجراءات المتبعة عشان هذه المؤسسات يعني تضع هذا الشعار؟ لا، هو المتبع هو بدهم يطلبوا قد مطلب، بس في الأوضاع العادية اللي مش في حالات طوارئ وضغط عمل، في الأوضاع العادية ليس هناك مبرر لأن تستعمل أي من الشارات الثلاث. يعني حتى لو قدم الطلب لم يتم الموافقة على الطلب، لأن هناك الوضع وضع يعني عادي ما في مبرر. ولو بده يسمح لها أن تستعملها في وضع عادي لكان الاستعمال منصوص عليه في القانون، في النظام، ماشي. لا، هي في حالات معينة من أجل توفير الحماية لها تستخدمها. لكن مركبة إسعاف هي واضح أنها مركبة إسعاف، سواء استعملت شارة أو لم تستعمل، يعني واضح للعيان مركبة إسعاف في عليها لواحة وصافرة إنذار، كون لا تستعمل شارة لا يعني أنها هي هدف ويجب إعاقتها ومنع الوصول إلى المصابين أو إلى المرضى أو إلى آخره، لأنه واضح أنها مركبة إسعاف، ولكن هي الشارة للدلالة أكثر ومن أجل توفير مزيد من الحماية. لكن لا يعني أنه مركبة لا تستخدم أي من الشارات الثلاثة يعني معناها هي زي أي مركبة عادية أو زي أي جسم عادي. لا. أستاذ موسى، هل يعني رصدتم سوء استغلال للشارة في فلسطين كوزارة نقل ومواصلات؟ شو الإجراءات المتبعة في هذه الحالة؟ يعني بما يتعلق بالمركبات الخاصة، أو مواطن بيكون بوضع أي ملصق بعيق من خلاله الرؤية أو دعاية تكون على المركبة، يجب أنه يحصل على موافقة خطية من سلطة الترخيص. يمنع وضع أي ملصقات أو أي شعارات على أي مركبة أو حتى دعاية ما لم يحصل على موافقة خطية من سلطة الترخيص، وبالتالي بتم تضمينها لرخصة المركبة بشكل رسمي. بما يتعلق بموضوع الشارة اللي هو التزام محدد، جهة الاختصاص، الجهة المصرح إلها توضعها فقط هي اللي تم تعميم عليها والترخيصها، المركبات أخرى يمنع أنه يكون عليها أي شعارات. وبالتالي في حال صحيح تم ضبط أي مركبة عليها سواء الشعار الهلال أو حتى أمور أخرى غير مصرح إلها، بتم تنزيلها عن الشارع وبالتالي إعادة تشغيلها مرة أخرى. بس موجود يعني مركبات خاصة بتضع مثلا طبيب بمهمة، أو شركات خاصة بتضع هذا الشعار عليها، موجود. يعني أنا بقول الحلقات هاي هي توعية من أجل أنه الناس تدرك، إلا أنه في حال توجه من تجديد ترخيص المركبة وجدت بتم منع تجديد ترخيصها إذا كان ما لم يتم إزالة هاي الشعارات أو الدعايات. يعني بتشوف في قصور في التوعية لدى المواطن في طريقة استخدام الشارة؟
يعني أنا ما بتحدث عن قصور بقدر ما بتحدث عن أنه كل طالب للحصول على رخصة قيادة أنه يجب أنه يكون هناك مواد سياقة نظري وتقدم فيها امتحان، وبالتالي بداية إجراءات الحصول على الرخصة أنه تقدم امتحان النظري. في مواد سياقة نظري تتضمن ضرورة الالتزام بما يتعلق بمعرفة المركبة أو ترخيص المركبة وشروط ترخيصها وعدم وضع أي أمور مخالفة لشروط الترخيص. يعني أصبح في عنده توعية، في عنده قانون بلزمه، إلا أنه بعدها إذا تم وضع هاي الملصقات أو حتى الشارة في حال ضبطه بتم تنزيلها عن الشارع. لهيك احنا بنتحدث انه دائما إعادة تغذية راجع، إعادة تذكير دائما. لا ضير انه المواطن يكون على استمرار في على المتابعة والاطلاع، خاصة انه المؤسسات، لان المؤسسات الحكومية الرسمية بشكل عام جميعها عندها مواقع تواصل اجتماعي، صفحات فيسبوك او موقع يعني الويب سايت للوزارات او المؤسسات، اي مواطن بامكانه يطلع يحصل ويقرأ على المعلومه. نعم، ومعلومات واضحه بتكون، لانه البعض ما بيهتم وغير يعني مكترث لهذا الموضوع. اي معلومه ترغب تحصلها اليوم بسهوله بتحصلها من خلال المواقع التواصل الاجتماعي. كمان حتى وزاره النقل والمواصلات احنا يعني الكترونيه وزارتنا، وموجود كافه التفاصيل بامكان اي مواطن بيرغب انه يتوجه لقياده التعلم على القياده او باستخدام مركبه او يفتح مشروع حتى وبيحتاج لمركبات ذات مواصفات خاصة أنه يتواصل مع الوزارة أو يطلع على الشروط. يعني بيكون أصبح عنده إلمام ودراية، وأنت بتستغرب أنه بعض المواطنين ممكن يتوجه لك بيكون على كافة المعلومات موجودة عنده، ممكن يناقش حتى بأريحية وهو متأكد أنه شو بده. بعض المواطنين ما بيعرف بعض الإجراءات لأنه غير مطلع، يعني نتحدث عن جميعهم بنفس المستوى. إلا أنه الإجراءات على الأرض أنه إحنا نلتزم بالتعليمات، نلتزم بالقانون، بشروط الترخيص، وهناك في جهة تنفيذية موجودة بالشارع، دورية السلام على الطرق بالتعاون مع الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. يعني ننتقل إلى الأستاذ عمر. أستاذ، يعني نتحدث عن دور وزارة الصحة في هذا الإطار. اسمح لي قبل أن أجاوب على هذا السؤال أنه أعقب على السؤال اللي سألته لصديقي وأستاذ رزق شقير بالنسبة للمنظمات الأخرى، أنه شو دورها في استخدام هاي الشارات. أولا النظام حدد أنه يتم السماح للمنظمات الأخرى أو لأي مؤسسة يسمح لها كما ذكر أستاذ رزق بعد التوجه بكتاب خطي في حالة الحرب. هذا أول شيء. ثاني شيء أنه إحنا خدمة الإسعاف في البلد تقسم إلى قسمين، في عندي خدمة إسعاف طارئة أو في عندي خدمة نقل مرضى. حسب النظام الصادر للقرار بقانون عام 2015 فقال أنه خدمات الطارئة يقوم بها الهلال الأحمر الفلسطيني، الاستجابة للحالات المرضية الطارئة، وباقي الحالات المرضية الغير الطارئة اللي بنسميها نقل المرضى تقوم بها باقي الإسعافات. وهون بالمناسبة بحب أحكي أنه عندنا مقدمين خدمات الإسعاف هم الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل رسمي، والإسعافات الخاصة يأتي في المرتبة الثانية، وإسعاف البلديات ثم إسعاف المشافي الخاصة. ففي عندنا أربع مجموعات تقدم خدمات الإسعاف وليس فقط الهلال الأحمر الفلسطيني. ولكن كما ذكرت أن الخدمات الطبية الطارئة يقوم بها الهلال الأحمر الفلسطيني، وفي حال عدم كفاية مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني يقوم بالاستعانة بالمركبات الأخرى للنقل. فأرجع كمان مرة أنه هاي المنظمات اللي لو مش رايح أذكر ولا اسم هون اللي بدها تشاركنا إحنا والهلال الأحمر في حالة الحرب في إنقاذ المواطنين والاستجابة لحاجاتهم الصحية، تقوم بالتقدم بطلب خطي لدى وزارة الداخلية أنه أنا بدي أستخدم إحدى الشارات الدولية وطبيعة الحال في فلسطين هو شارة الهلال، ويقوم الهلال الأحمر بإعطاء الموافقة الخطية لهي المنظمة باستخدامها في حالة الحرب. المقصود بحالة الحرب، هل إحنا في حالة حرب أو في حالة سلم؟ ممتاز، سؤال جميل جدا. حالة الحرب هو يعلنها فقط حسب النظام الأساسي الفلسطيني هو سيادة الرئيس محمود عباس، هو من يقوم بإعلان حالة الطوارئ. هاي شو مقصود بحالة الحرب؟ فلو اليوم حاليا إحنا معلنة حالة الطوارئ، هل نعتبر إنه يعني حالة الطوارئ؟ خلينا نحكي إنه نميز بين حالة الطوارئ الصحية وحالة الطوارئ على عموم الوطن. يعني أنا بقول إنه فلسطين الآن أصبحت في خطر كبير، بحيث إنه كلنا بدنا نستجيب لهذا الخطر. إذا أعلن سيادة الرئيس محمود عباس إنه البلد في حالة طوارئ ليس كما هو المعلن في حالة
الطوارئ ضمن كورونا انه لوزارة الصحة والهلال الأحمر عشان أفسح المجال لهذول الطواقم يعرفوا يشتغلوا بطريقة صحيحة. ولكن المقصود بحالة الطوارئ عطل كل المؤسسات اللي في البلد. يعني لا سمح الله أكثر شيء بهذا بنسميه في حالة طوارئ لو كلنا الآن الإسرائيليين قاموا بغزو المدن الفلسطينية أو استباحة المدن الفلسطينية كما حصل في العام 2002 2003 2004 هاي بسميها حالة طوارئ. وهون ممكن تستدعي الحاجة إني أستعين بالمؤسسات الأخرى اللي بتقدم خدمات إسعاف في البلد. هاي المؤسسات إذا بتستخدم شارة الهلال يجب أن تأخذ على إذن لاستخدام هاي الشارة وتنتهي وينتهي هذا الإذن بانتهاء المرحلة. يعني خلصنا. طب أحيانا بتصير يعني أمور طارئة بشكل سريع يعني زي مظاهرات زي مواجهات أمور مثل هيك يعني هذا كيف بيتم التعامل؟ يقوم الاستجابة لهذه المظاهرات من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني فقط لا غير. وإذا استعان يستعين بالإسعافات الأخرى. وهون كمان مرة هذا ما بشكل خطر على صحة المواطنين. أنا بحكي عن حدث أمني أو حدث طارئ لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات. وغالبا ما بتم فيه التنقل أصلا بين المحافظات. إحنا لما نقول على عموم فلسطين أنا بحكيش إنه في عندنا مظاهرات على دوار المنارة أو على دوار بيت إيل. آسف على التسمية هيك اعتدنا على تسميته. هناك في عندي على المدخل رام الله الشمالي يمكن يكون التسمية أفضل على الدوار هناك مثلا في عندي اشتباكات مع الاحتلال أو مناوشات مع الاحتلال. في هاي المرحلة أنا ما بستدعي أعلن طوارئ أصلا في رام الله مش بس في على عموم الوطن. فهون سيارات الهلال الأحمر أو مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر تقوم بالاستجابة لهذه الحاجة الملحة والطبية المستعجلة. وفي حال كان هناك إصابات أكثر من حمل وطاقة الهلال الأحمر تقوم بالاستعانة بالإسعافات الأخرى. أما هي ما اسمها حالة طوارئ على عموم الوطن. بالنسبة لدور وزارة الصحة أعود لسؤالك. بالنسبة لدور وزارة الصحة فيما يخص تنفيذ هذا النظام وهذا القانون أنا كما ذكرت سابقا نحن في وزارة الصحة نتبع بشكل جيد وأعتقد أنه الالتزام أكثر من 99% فيما يتعلق بإسعاف البلديات وإسعاف المشافي الخاصة وإسعاف والإسعاف الخاص بتنفيذ التعليمات الخاصة بهذا القانون. يمكن الإشكالية اللي الآن بتواجهنا جميعا إحنا والهلال الأحمر الفلسطيني هي إشكالية الطواقم الطبية والمؤسسات الطبية التي تستخدم هذه الشارة. مثلا زي ما ذكرت حضرتك قبل شوي إنه ممكن يكون طبيب أو ممرض أو صيدلي حاطط طبيب بمهمة أو طاقم طبي بمهمة وحاطط مستخدم الشارة هاي وهذا خلافا للقانون لا يجوز له فعلا استخدام هذا. بدنا ننتقل للأستاذ رزق. أستاذ رزق هل بتشوف التوعية المقدمة للمواطن كافية ودوركم في الهلال في نشر التوعية في موضوع استخدام الشارة وأهميتها؟ يعني نعم يعني هو هذا اللقاء هو جزء من النشاطات التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سياق التوعية والتعريف بالقرار بالقانون وموضوع الشارات وأهمية احترامها ومنع سوء استخدامها. نعم. بالتأكيد غير كافي. يعني الموضوع الوعي موضوع مستمر وإن إحنا سنوات نعمل في هذا المجال ومع ذلك ما زال هناك حاجة. يعني مش كل واحد عم بتابع ومش واحد عم تصل للمعلومة وبتيجي عندك برضو ناس بيتوفوا وناس جدار بيطلعوا بيكبروا. يعني هذه مسألة مستمرة. لكن إضافي إلى موضوع التوعية يعني هناك حاجة لاتخاذ تدابير لتطبيق هذا القانون لأنه هاي التدابير تساهم في موضوع التوعية. يعني إذا شخص يخالف تصدر بحقه مخالف لأنه وضع على مركبته الخاصة شارة هلال أحمر راح يعرف في الموضوع محيط هذا الشخص. نعم. والهدف هو ليس طبعا العقوبة والغرامة أو المخالفة أو المحاكمة أحيانا وإنما الهدف إنه إيش إنها الناس يعني تحترم استعمال الشارة لأنه الموضوع أهمية الشارة. ليش إحنا بنهتم بالشارة؟ طيب. ليش العالم بيهتم بالشارة؟ نعم. يعني في حالتنا الفلسطينية في عندنا إحنا احتلال. يعني نذكر هذه الخصوصية واختلاف عن بقية دول العالم في موضوع التنقل بين المناطق بموضوع احترام الشارة الاعتداء أيضا على مركبات الإسعاف من قبل الاحتلال. يعني هذا الموضوع كيف تتعاملوا معه في حالتنا الفلسطينية الخاصة؟ نعم. أولا ليس فقط قوات الاحتلال هي من ينتهك أو يعيق المركبات الطبية ومن استعمل الشارة. وإحنا لدينا يعني أكثر من حادث بهذا الخصوص. وبالتالي لما إحنا نتحدث عن احترام
من يستعمل الإشارة، هاي رسالة موجهة للكل، للقوة القائمة بالاحتلال والمجتمع الفلسطيني أفرادا ومؤسسات. نعم. يجب احترام المهام الطبية، لأنه الموضوع يتعلق بحق الإنسان في الحياة. أنت تتحدث عن جهات أو مؤسسات أو مركبات تقدم خدمات طبية طارئة ما قبل المستشفى، وبالتالي يعني الأشخاص حياتهم مهددة، حياتهم في خطر، بالتالي سوء استخدام الشارة يقلل من مكانتها واحترامها وإلى آخره والفوضى هاي، وبالتالي هذا يؤثر على حق الناس في الحياة. إحنا في جمعية الأحمر الفلسطيني نقوم بتوثيق كل حالة يتم فيها الاعتداء على مركبات الإسعاف، أو يتم منعها من الوصول إلى من يحتاج إلى هذه الخدمة الطبية الطارئة، أو من يعرقل هاي. هذه كلها يتم يعني توثيقها ومتابعتها يعني لدى ليس فقط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإنما لمنابر دولية ومن ضمنها المؤتمر الدولي الذي يعقد مرة كل 4 سنوات، وإله طبعا أجسام أخرى تجتمع مرة كل 2 سنين. والمؤتمر الدولي لاتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكبر حدث دولي يشارك فيه ممثلين عن جميع دول العالم، إضافة إلى جمعية الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب، يعني 2000 شخصية. وكنت حدثتني عن مذكرة تفاهم، هيك يعني باختصار كان في مذكرة تفاهم عن تنظيم العمل بالهلال الأحمر خصوصا في الوضعية الخاصة هون بفلسطين. هو مذكرة التفاهم هي لتنظيم العلاقة بين جمعية الأحمر الفلسطيني ومنظمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، لأنه هم يعملون في الأرض المحتلة، وحسب دستور الحركة الدولية للصليب الأحمر للأحمر يحظر على أي جمعية وطنية أخرى أن تعمل في أراضي تابعة لجمعية وطنية إلا إذا وافقت لها تلك الجمعية بعد تقديم طلب بهذا الخصوص. نعم. وهذا معمول فيه بناء على قرار عن المؤتمر الدولي لعام 1921، صدر هذا الحكم مش جديد. هم يعملون في الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن يطلبوا منا ذلك ودون أن نوافق لهم. موضوع التوصل لمذكرة التفاهم ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة نجد داود كان له علاقة في موضوع الوصول إلى الشارة الدولية الثالثة وهي البلورة الحمراء. لأن مذكرة التفاهم وقعت في 28/11/2005، وبعد 10 أيام بالضبط صدر البروتوكول الإضافي الثالث مشان اعتماد البلورة الحمراء. ليش؟ لأنه إحنا كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اشتغلنا على الساحة الدولية، ومن خلال أصدقائنا العديدين الدول العربية وآسيوية وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية، وطرحنا موضوع أنه الإشكالية إشكالية المجتمع الدولي يجب أن لا تنحصر مع منظمة نجم الدول الحمراء في موضوع الشارة، أنه تستخدم شارة غير معترف بها دولية، لأنهم هم في حالة قبولهم، وهذا ما حصل باستعمال شارة البلور الحمراء، معناه الشرط الذي كان يعيق الاعتراف بهم كعضو كامل العضوية في الاتحاد الدولي قد انتهى، إذن سيتم الاعتراف فيهم. إحنا في جمعية الأحمر الفلسطيني من خلال أصدقائنا اللي ذكرتهم دخلنا على الخط وقلنا يجب أن لا تنحصر الإشكالية في موضوع الشارع، أنهم هم ينتهكوا النطاق الجغرافي لعمل جمعية وطنية أخرى. إذن فطلب عالميا من نجم الدولة تصويب علاقتهم مع جمعية الأحمر الفلسطيني، وهذا الأساس حدثت هناك مفاوضات أدت إلى توقيع مذكرة التفاهم والتي لها أهمية إنسانية وقانونية وطنية. باختصار من الناحية الوطنية القانونية، أول وثيقة تبرم مع جهة إسرائيلية رسمية، ونجمة داود الحمراء هي جزء من وزارة الصحة الإسرائيلية يعني جسم رسمي، تقر فيها جهة إسرائيلية، أول وثيقة تقر فيها جهة إسرائيلية بأنه هاي الأرض وضعها القانون أرض محتلة، وأنه تنطبق على اتفاقية جنيف الرابعة، وأنهم يحترموا النطاق الجغرافي لعمل جمعية الهلال الأحمر هذا بضع عليهم كمان مسؤوليات هاي من ناحية قانونية. شيء آخر أنه بموجب هاي المذكرة والملحق الخاص فيها تم إنشاء مركز إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس ابتداء من عام 2006، وما كان أي مركز إسعاف، وحاليا تعمل لدينا 13 مركبة إسعاف تقدم خدمات لحوالي 300 ألف فلسطيني هناك. وأيضا بموجب هذه المذكرة
تمكنت جمعية الهلال الأحمر فلسطين من نقل الحالات المرضية من معبر بيت حانون، يعني حالات المرضية القادم من قطاع غزة من معبر بيت حانون إلى المشافي في الضفة بما في ذلك القدس والأخرى. وقبل كانت تنقل هذه الحالات نجم الداود إلى المشافي الإسرائيلية، وهذا كان يشكل عبء مالي كبير على الفلسطينيين وعلى السلطة وتخصم من المقاصة. فإحنا يعني أزحناهم وحلينا مكانهم في كثير من البنود، يعني ليس هناك متسع من الوقت لشرحها، ولكنها أهمية قانونية وطنية وإنسانية. أستاذ موسى، ما الحد الفاصل عشان أقول بدي أخالف هاي لانتهاكها أو استخدامها شارة معينة وعدم مخالفة مركبة أخرى؟ ما الحد الفاصل بأنه أميز إنها هل انتهكت هذه المعايير أم لا؟ تأكيد ما ذكرنا يعني أنه صفة الاستخدام لهذه المركبة أنه مصرح لها تستخدم الشارة، وبالتالي بالوضع القانوني، إلا أنه إذا المركبة غير مصرح أكيد يعني هو بتكون مخالفة، وهون المخالفة تعني اتخاذ الإجراء القانوني سواء بتحرير مخالفة من قبل الشرطة أو بإنزال المركبة عن الشارع، يعني عن طريق دوريات السلامة على الطرق والشرطة. وهون تم اتخاذ إجراء هو زي ما ذكر أخوي رزق العقوبة أساس يعني أساسها أنه الحد من هاي الظواهر اللي هي بتكون سلبية ومخالفة للقانون. إحنا منركز يعني كثير في تعاملاتنا بالطريق على الجانب الفني والجانب اللي هو بتعلق ب الاستخدامات هاي، حتى صفة الاستخدام للمركبة. يعني كان المركبة نتحدث عن مركبة مثلا مخصصة لنقل نوع سلعة محددة، وبالتالي يمنع عليها تنقل فيها سلع أخرى. يعني نتحدث عن مركبة الإسعاف هي لنقل المرضى، صحيح مستحيل تكون تنقل ركاب مثلا ركاب يعني تشتغل عمومي. هي مركبة إسعاف خصصت لنقل حالات اللي هي الخطرة، اللي هي مميزة باللون الأزرق بالخط الأزرق على هاي المركبة اللي تنقل حالات مرضية أو المرضى بشكل عادي اللي هي عليها الخط الأخضر. المركبة الهلال اللي هي عليها الخط الأحمر، يعني هاي تصنيفات للمركبات لعابري الطريق إنه يكون عندهم علم. يعني مثلا أثناء سيرك بالطريق هناك مركبة إسعاف في حالة مهمة عمل وفي هناك صافرة، ومجرد النظر لهذه المركبة أو مشاهدتها وتشاهد أنه في خط أزرق رأسا لازم تعرف أنه هون في حالة خطر، وبالتالي إجراءاتك تكون سرعة الاستجابة لفتح الطريق وإفساح المجال والتعامل معها بحذر. يعني تجد بعض السائقين بنتظر مرور مركبة الإسعاف وبلحقها بيستغل هذا التجاوز. علما انه قانون المرور واضح نص لازم تكون انت بعيد عنها على الاقل 100 متر وبالتالي انت ارتكبت مخالفه، صحيح، مجرد انك تتجاوز المركبات الاخرى تستغل وجود مركبه اسعاف. هون انا في بعض المشاهدات ممكن اضيفها لاخوي رزق ضمن اللي بتم المخالفات اللي بتم تسجيلها، بعض مركبات اللي هي الفلسطينيه المركبات الاسعاف اثناء سيرها بين المحافظات او على الطرق الالتفافيه، نعم، سرعه الاستجابه من قبل الاحتلال او حتى المستوطنين قطاع المستوطنين بتكون اقل من استجابتهم لمركبه الاسعاف اللي هي الاسرائيليه. استاذ موسى يعني اعذرني لضيق الوقت، انا بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ موسى رحال الناطق الاعلامي لوزاره النقل والمواصلات، ايضا شكرا. بدي اشكر الاستاذ رزق شقير من جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني، مستشار جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني للقانون الدولي والانساني، وايضا شكري موصول للسيد عمر الشيخ علي مدير دائره الاسعاف والكوارث في وزاره الصحة. يعني مشاهدينا ومستمعينا، نشر التوعية حول استخدام الشارات وأهميتها وعدم استغلالها أيضا واجب يقع على كل مواطن ومواطنة. قد نحتاج إلى بعض التوعية أحيانا أو بعض المعلومات في هذا الإطار، لكن مما لا شك فيه أن الالتزام والمعرفة تقودان دوما إلى التطور وتحسين الخدمات المقدمة أيضا. يعني بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية. هذه تحيات طاقم العمل من الإعداد والتقديم لؤي وزوز، ومن الإخراج الإذاعي والتلفزيوني زميلنا خالد نجاص. إلى اللقاء.